عن التظاهرة اليوم لا زالت هي مستمرة إلى الآن. بالنسبة للأحداث التي جرت الأحد الماضي لم توقف التظاهرات وإنما استمرت، ولكنها غيرت مسارها وأخذت تنظم في مناطق البصرة وخاصة الشعبية كأبي الخصيب والجمهورية وغيرها. يوم أمس كانت التظاهرة نظمت في ساحة الحرية في البصرة من أجل أن يبتعد المتظاهرون عن مباني الحكومة المحلية حتى لا يعطوا العذر، طبعا كما قال حتى لا يعطوا العذر للأجهزة الأمنية في أن هناك مندسين ويتصرفوا معهم كما حدث في الأحد الماضي. حاليا نقلوا تظاهرتهم من صباح هذا اليوم بالقرب من مبنى ديوان المحافظة. طبعا هناك ثلاث أسباب حسب ما ذكروهم، أي المتظاهرين أقصد. السبب الأول هو ليلة أمس قامت المحافظة بوضع الحواجز الكونكريتية. المتظاهرون يعتبرونها رسالة في أن مطالبهم لن تنفذ، وأن هذه الكونكريت الذي تم وضعه هو كمصد لحماية الحكومة المحلية مدام أصبحت عاجزة عن تحقيق ما يرغب المواطن. الملف المهم هو ملف التعيينات. طبعا شابه الكثير من الإشكالات وخاصة في طريقة استلام الطلبات وما ضاع منها والأمور المتعلقة بها. الأمر الآخر هو القرار الذي أصدره رئيس الحكومة فؤاد معصوم، طبعا سبب إشكالا وهاجسا لدى الكثير من المتظاهرين. اعترضوا عليه خاصة أنه هو مطلبهم منذ أشهر عديدة بأن تلغى كل امتيازات البرلمانيين، وهذا القرار صدر في هذه الأيام. بدلا من أن يعطى المواطن حقه أعطي البرلمانيين وهم المسؤولين عن ما يحدث في العراق بحسب المتظاهرين أيضا. نعم حاليا التظاهرات مستمرة إلى الآن كما ذكرت لكم، وهناك نية بأن تستمر إلى حين تنفيذ مطالبهم. بعض المتظاهرين قالوا بأنهم سيشكلون تنسيقيات وستقوم بتنظيم تظاهرات بالقرب من الشركات النفطية. طبعا لم يهمهم التصريح. نعم شكرا لك أيمن الشيخ، كنت معنا مراسل الشرقية نيوز، كنت معنا من البصرة.